بس الجولي ما قاليش حاجة أقدر أطبق عليها كفي. على كل اللي طلبوا الجولي أنا نفسته، ودينه جايب رجالتي وعلوان أبو حجر وغفر انضمولي، وبقيت واقف على أبواب البلد. هتساعدني إزاي؟ قبل ما تطلب مني المساعدة خلينا نحل المشكلتين دول الأول. لازم نهدي الجو وننيم العمدة ورجالته، وفي نفس الوقت انت بتقول ايه يا حاج؟ انا مش شايف ان في مشكلة تانية خالص. يقصد مشكلة الشيخ حسن ياسي صبر. دي مش مشكلة نتكلم فيها ونحلها. المشكلة التانية اهم. انا مش شايف ان في مشاكل تانية. يبقى لسه ما وصلكوش الخبر. خبر ايه يا حاج؟ استنى انت يا علوان، هو في حاجة حصلت واحنا ما نعرفهاش؟ أنا كنت فاكر إن حد من غفر مشرقي بلغ رجالتكم. ما تتكلم يا عبد الخالق، ما تقول إيه اللي حصل. عبد الخالق كده حف، ما تضيقش خلق أمال، اتكلم بقى. أمك وعيالك الاتنين محبوسين في بيت العدة والكرباج. لو ده في مصلحتك ويساعدك أني متأخر لحظة، وانت اجهض الوقت وقولها بلسانك. قول لي روح يا علوان لفتح الله وبلغه رسالتي وشوف اني حطير ولا لا. بالاذن يا سيدنا، الحاج عبد الخالق بره وعايزك. الحاج عبد الخالق جاي بذات نفسه؟ زعق لك نبي وعديت من الورطة يا علوان. خلي الحاج عبد الخالق يتفضل يا تسوقي. فكوا الحبل اللي كانوا مجيدين ايديا بيه ساعة ما جابوا الافطر وناسوا يربطوه تاني، ولا تلاقيهم قالوا الرباط ما منوش فايدة واني ما نهضش اهرب ولا ليا نية حتى حاول. اتفضل يا بالحج. ابوك الحاج عبد الخالق مصمم يطمن انك بخير ومحدش اذاك. السلام عليكم يا حسن يا ابني. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك. بسم الله ما شاء الله. انت كويس اهو يا حسن؟ في حد بيأذيك او بيمد ايده عليك؟ لا يا ابو الحج. اطمنت يا حج؟ الحمد لله. نروح بقى لصابر. بقول لك ايه يا حسن، اطمن انت كمان، فتح الله مش هيسيبك هنا. هو فتح الله راجع من المحروسه؟ البت ما انت عارف غرضي من قبل الموال ده كله يا صابر. انت مين اللي يقدر يعرف غرضك في الزمن كله يا حاج؟ اياك نسيت اني بعت لك مرسال مخصوص لجزيرة العاصي. ما نسيتش.